فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم عملي في البنك الذي يتعامل بالربا مع أنني أعول أسرة وهو المصدر الوحيد لأسرة؟ لا، ما يجوز التعاون على الإثم والعدوان. ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلا تتعاون معهم. باب الأرزاق كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيه أرزاق كثيرة، التمس ويسر الله لك. إذا تركت الحرام يسر الله لك الحلال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.